وأما حال الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالثابت في ترجمته كما في الحلية وغير ذلك أنه لما رأى في آخر حياته أن الأمور تغيرت وأن القلوب تناكرت وحصل ما أشار إليه نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، صلى صلاة الفجر وجلس حزينا مطرقا، فلما طلعت الشمس قبض على لحيته وبدأ يبكي وقال: لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا وبرا صفرا بين أعينهم كأمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا طلع الفجر ذكروا الله فمادوا كما يميد الشجر في يوم الريح، وهطلت أعينهم بالدموع، والله لكأن القوم ذات غافلين. وما رؤي رضي الله عنه بعد ذلك متبسما حتى لحق بربه